السلام عليكم، معكم هاجر الزهوري، منشده لفيلم الملحون، طالبه بالمدرسه العليا للاساتذه. بالنسبه للبدايات ديالي في الملحون، فبديت في 2015 مع الشيخ ديالي الله يرحمه الحاج عبد المجيد الرحيمي، اللي علمني بزاف ديال الحوايج وكل ما كتعلق بالملحون. شاركت في مسابقه الوطنيه للملحون بالريصاني، والحمد لله فزت بالمرتبه الاولى في سنه 2019. ومن ثم انطلقت البدايه ديالي، من ثم كانت البدايات ديالي. شاركت بزاف ديال المهرجانات، منهم مهرجان الدولي ملحونيات، فهذه هي المره الرابعه على التوالي اللي كنشارك في المهرجان. فكنعتز بزاف، وكان ولي الشرف على انني نمثل مدينه ازمور. وكنبغي نشكر الجمهور الازموري اللي دائما مساندني ومدعمني من البدايات ديالي، وان شاء الله كنطمح للمزيد. والحمد لله دابا اعتراف اليونسكو بالملحون، دونك ولا الملحون تراث عالمي، فكنعتزو وان شاء الله علاش ما نعرفوهش على الثقافات الاخرين، جميع البلدان ان شاء الله، علاش لا. الجديد ديالي، فكاين ان شاء الله عمل مع أكاديمية المملكة المغربية ان شاء الله، وجيد مهرجانات وطنية ودولية، فكنتمنى ان نكون دائما عند حسن ظن الجمهور. شكرا على المشاهدة، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.